جاءنا من الديوان الملكي ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الملكي سمو الشيخة مثايل بنت علي بن عيسى بن سلمان الخليفة، التي انتقلت إلى جوار ربها مساء اليوم، وسيوارى جثمانها الثرى يوم غدنا الثلاثاء، ونظرا للظروف الراهنة تقبل التعازي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف وارسال البرقيات تغمد الله الفقيده بواسع رحمته ورضوانه واسكنها فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون